إدراج ترقية الصحة العقلية والنفسية ضمن أولويات وزارة الصحة تعزز بعد اعتماد منظومة المرافقة النفسية الخاصة بوباء كوفيد-19 لتكفل أحسن بالمرضى عند مواجهة مختلف الأزمات. لو كان عندنا هذه المنظومة موجودة، لو كان فعلناها بالنسبة كوفيد، ما كانش عندنا، يعني كوناها من طرف أخصائيين في وزارة الصحة اللي هما كلهم أساتذة جامعيين، وفي الولايات عندنا نقاط ارتكاز دي بوان فوكو، كل ولاية عندها ان بوان فوكال تاعها اللي هو مكلف باش ينظم هذه المنظومة هذه ويتابعها ويدير لها التقييم تاعها. تتواصل المجهودات في مجال الصحة العقلية على غرار الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة الذي شهد تأخرا بسبب كوفيد-19. إطلاق موقع متعدد القطاعات للمستخدمين والمهنيين خاص بالطب النفسي للأطفال خاصة المصابين بالتوحد في نوفمبر 2021. وزارة التربية من جهتها أطلقت برنامجاً للتكفل بالحالات النفسية في الوسط المدرسي عبر توزيع استمارات لأولياء التلاميذ والاستشاريين المدرسيين. يعني يرى التعليم الاستمارة الأولية وبعد التحاور مع التلميذ المعني إن استلزم يقدمه المرافقة البسيكولوجية، يقدم التلميذ والقائمة إلى وحدة الكشف المتابعة أين يكون هناك طبيب نفساني بالإضافة إلى أخصائي كلينيكي، يعني فرق تهتم بالمرافقة النفسية للتلاميذ. الاهتمام بالصحة النفسية للبالغين والأطفال الذين يعانون من مختلف الاضطرابات النفسية من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً هو أمر فرض نفسه، وخاصة خلال جائحة كوفيد-19.